طبعاً إحنا هون بنرصد حلقات المسلحين لأنه هني دائماً بيتسللوا عجيب. ممكن تعبين بروح عند كوريا. الشيء اللي بيميز هذه المنطقة أنه نتيجة قربها من العاصمة دمشق عم يجي المسلحين لحفر أنفاق من أجل التسلل خلف خطوطنا. نحن في حالة تصدي دائم لإلهم، هنون عم يحفروا أنفاق باتجاه مدينة دمشق، نحن عم نواجههم بأنفاق اعتراضية لمنعهم من دخول العاصمة. طبعا الموضوع صار شبه معلوم عند الجميع أنه حفر الأنفاق بهالمنطقة هذه هو عبارة عن موضوع سهل وبسيط بالنسبة للطرفين يعني، وعم نتم عم تكون حربنا فينا نقول تحت الأرض تماما، فوق الأرض نادرا ما يصير في اشتباك فوق الأرض، حالات الاقتحام والاشتباك هي غالبا تحت الأرض. نحن هون بنرصد حلقات المسلحين لأن الشيء اللي بيميز هذه المنطقة أنه نتيجة قربها من العاصمة دمشق عم يجي المسلحين لحفر أنفاق من أجل التسلل خلف خطوطنا. نحن في حالة تصدي دائم لإلهم. هني دائما بيتسللوا عجيب. ممكن تعبين بروح عند كوريا.